بسم الله الحمد لله لا إله إلا هو. ربنا اجعلنا نرفع رايات الإسلام بكل جد وكل حماسة وكل قوة يا كريم يا قوي يا عظيم. نأخذ توا الآيات المتبقية النازلة والرسول عليه السلام قد نور المدينة بقدومه المبارك. أش يقول مولانا؟ أنبئكم على من تنزل الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. ربي يعلمني شكون هما هذوما اللي قلبوا عقول الناس وفتنوهم وشغلوهم عن ذكر الله. الشعراء واليوم عن اليوم قبلوا الشعر وعطيه الهدايا وارفع من شأنه ويزم تكون عملية إشهار ما لا تزيد من قدري وهو لا قدر له وقدرته طائع نهاية في عمق الظلمات. قدر الشاعر يعيش مع الشياطين والشياطين هما عناصر اعتداء وعناصر تضليل وعناصر منع إضرار بالبشرية بالإنسان والجان على السواء. فيقول أنبيكم على من تنزلوا الشياطين تنزلوا على كل أفاك أثيم. ولأن نقول للجماعة المعجبين بالشعراء عموما راكم ناس تبعوا اللي هو كاذب نهاية في الكذب وأثيم نهاية في الإثم. يعني مر التوريطة من يكذب على الله والإثم نتاعو بدون حصر. يلقون السمع يعني دائما يدخل في عملية التخيل اللي يشوف نفسه عظيم ويشوف اللي يحب يخون منه مال عظيم وتمشي. هذا يقول ايوه يلقون السمع وأكثرهم كاذبون. ورجع للإفك والشعراء يتبعهم الغاوون. غاوون اللي ديبوي اللي بلا خلاق وبلا عقل ولم تستحي فصنع ما شئت. ألم ترى أنهم في كل واد يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون. والاستثناء إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا وسيعلم الذين ظلموا هي منقلب. الظلام سياسيين ولا أهل الإعلام أغلبكم ستنقلبون ملا الذلة صاغرين. هنا لابد بعد الأكل صولة وجولة في الأرض يمين وشمال وتخدموا هؤلاء وهؤلاء مقابل مال حرام جي بعد الأيام اللي مشت وهي الثمن vous allez le payer chèrement et vous allez payer les pots cassés. Et attendez un petit laps de temps et vous verrez ce que vous n'avez jamais pensé à votre désastre final. Wassalam ala ahl al-islam.